وعدلته. في دايما نحن نسأل رحمة الله، دايما نسأل هل في عدل بالدنيا؟ هدول الموضوعين دايما دايما بحياتنا نحن كبشر بيخلقونا إشكالية. بصير نفكر وين، ليش المغرب يعمل عدل بربنا؟ ليش ما إذا واحد سراق بيقطع عليه أو حرامي أو قاتل أو شو ما كان يكون؟ دائما بنسأل وين الله؟ هذا السؤال بخلينا نعيش بمرحلة قلق. مظبوط. هالقلق اللي بنعيشه لأنه نحن فعليا ما بنعرف ربنا. وراح يكون ليش؟ أنتوا بتتذكروا ربنا مثل ما بتقروا بالكتب إنه عند ما تجسد على الأرض تجسد عنده هدف واحد، يخلص كل البشر. ولأنه بيعرف إنه البشر دائما بيغلط، دائما بيخطئ. ليه؟ لأنه ما بيعرف يتكل على الله، بيصير يتكل على حاله. ذكرت لكم مرة الماضية إنه الإنسان مع الأسف بيجي على هالدنيا ما معه شيء، ما جايب معه شيء، بيروح ما معه شيء، بس بعيش بهالدنيا بده كل شيء. ربنا شو بيعمل؟ بيقول خليني كل إنسان أعطيه مجال ليتوب، لأنه التوبة هي الشغلة المطلوبة. وقال إنه أنا غلطت اليوم ربنا بيرضى علي. ما في كثير عالم غلطوا ورجعوا تابوا. ما في كثير من القديسين يلي كانوا رصوص او قطاع طرق او كانوا حتى يقتلوا المسيحيه وينتهضوهم مثل بولس الرسول وصاروا بعدين قديسين بالكنيسه. فاذا عدل الرب هو بينطلق من رحمته. ليش؟ لانه الرحمه يعني نحن بتعرفوا الولد بيتكون برحم امه ببطن امه وبيطلع لهالدنيا. قد ما كان في عالم من الدنيا الام بتحس بولدها، ربنا لانه نحن طالعين من رحمه بحس بحاجتنا للتوبه، سمح لنا. العداله الربانيه ما بتتحقق ابدا على الارض، لانه لاخر لحظه بحياتنا نحن ممكن نتوب. واكبر برهان النص يلي كان على اليمين وقال له يا رب اذكرني متى اتينا في ملكوتك. وكان اول واحد دخل الى الفردوس. من هون وقت منطالب بعداله ربنا، العداله لا تتحقق على الارض. بنطلب رحمه ربنا، بنطلبها كل الوقت. وحتى واذا بتتذكروا شو عملنا من يومين من هذا السبت، نحن صلينا لكل يلي رقبوا، لكل يلي سبقونا. وشو بنقول يا رب؟ ارحمهم. ما نصلي لأننا رب بدنا يرحمنا. فإذا الرحمة ممكن تتحقق بالأوقات. من خلال صلاتنا، من خلال يلي بيصلونا، من خلال يلي نحن بنصلي لهم. أما العدالة وين بتتحقق؟ امبارح كان سورة لأجمل مرحلة من عدالة السماء. أجمل مرحلة من عدالة السماء. ليه؟ لأنه عندما بده يجي ابن الإنسان يسوع المسيح اللي تجسد لأيدينا معنا بده يجتمع الكل. بيجمع كل يلي رقبوا الحياة والأموال كله سوا بيجمعهم. مقياس العدالة شو؟ العدالة الحقيقية تتحقق مثل يلي قالوا امبارح ربنا بالإنجيل. في حالين أو في مكانين. المكان الأول هو يسميهم مع الخراف، يلي معدل لكل إنسان اشتغل على هالأرض بقدر ما ربنا أعطاه من نعم وساعد. هيدي دايما بنذكر فيها العالم. اليوم اذا قلت لكم اعطوني مثلا 100 دولار بحطوا على قلبكم.
لا لو ما تكرم ما مش هيك انه ما فيك تعريف. بينما اذا قلت لكم اعطوني كبايه مي كلكم بتركضوا بتعطوني كبايه مي. فاذا الانسان بقدر ما بيقدر يعمل سيذنب. هذا عدل السماوي. مش هيك اعطينا اكثر من متى ربنا؟ اعطينا عن الوزنات، اعطينا شرحنا عن فلس الارمله يلي هيدي بيعتبر ربنا انه حطت كل ما تملك. بينما الغنم الكبير يلي حط من فضلين ما عنده ما بيتساوى مع الارمله يلي دفعت كل ما تملك. العداله السماويه كانت هي كنت مريض زرتوني، كنت مسجون جيتوا لعندي، كنت عطشان صحيتوني، كنت عريان كسيتوني. سألوهن انه يا ربنا انت اللي احنا شفناك بهالشغله. قال له يلي بيعمل مع واحد من اخوتي هدول الصغار بيكون عمله معي. فاذا بدنا العداله السماويه تتحقق مطلوب منا شغله نشتغل بما اراده ربنا. وما نقول نحن العالم ما بتحبنا والعالم بتسبنا والعالم بتعمل مشاكل معنا. اوكي ما كل العالم بيعمل هدول الاشياء اليوم. انتم بتتخانقوا مع العالم دخلكم؟ انتم صبايا او شباب، معكم صبايا قصدي وشباب، بس انتم صبايا ما كنتوا تتخلقوا على كل العالم؟ كان بتحسوا انه عندكم قوه. اليوم فعليا نحن بحاجه اكثر لحدا يوقف حدنا. وبنفس الوقت ما ننسى انه نحن نقدر نوقف حد الاخر اللي بنتعامل معه. لهالسبب انتم اليوم مجبورين بحياتكم تراقبوا يلي هن اصغر منكم وتفسروا لهم. بعد ما قطع فينا العمر مرحله معينه، يعني قطعنا فوق ال 50، كلكم قطعتوا فوق ال 50 دخلتوا امين. بعد ما قطعنا فوق ال 50 بنبلش الامور، بنبلش الامور لنا بنبلش نشوف الدنيا على حقيقتها. لهالسبب اذا ربنا بدنا اليوم رح يسالنا قدرتوا قناعتوا انسان ما يزعل من الاخر؟ قدرتوا وقفتوا حد انسان اضعف منكم؟ قدرتوا عملتوا شيء بفيد الاخر؟ دائما ربنا بيسالنا شو عم تعمل مع الثاني مش شو عم تعمل لحالك؟ نحن بنخمن اذا انا ما عملت شيء وكنت كثير كويس معناتها ربنا بيحبني. شو لنا فضل بهذا الموضوع؟ ما انا مطلوب مني اكون كويس وكثير منيح. المطلوب هو انا شو عم بعمل مع الثاني. الثاني شو عم بعمل والاخر هذا اللي ربنا حاططه معي بوجهي كل يوم بشوفه. وربنا بيقول لنا اذا يلي بتشوفه ما بتحبه كيف يلي انا ما بتشوفني بتحبني؟ عم تضحك علي. ربنا عم بيأكد انه اي امر بده يعمله الانسان رحمته هي الاساسيه بحياتنا على الارض. واتركوا العداله للسماء وراح ارجع اكد لكم. العداله بالسماء ليش؟ لانه مثل ما ذكرنا اللص اللص وبتعرفوا شو معناتها اللص، يعني كل واحد ما معه الا قرشان بجيبته مش بياخذوا اياه، هذا لص. يعني بيسرق ارواح الناس هذا لص. يعني بيعمل غلط بالدنيا هذا لص. لان كل انسان بيعمل غلط هو لص بطريقه معينه. هذا الانسان يلي كان عم يأذي يلي كان عم يفتش بس يكون يرتاح هو ياخذ من الاخر. لص ما بيسرق من حاله، بيسرق من الاخر. لانه كان عم يأذي الاخر صلب. بس وقت عم يحكي فيه قال له شو له ذنب؟ نحن بحق، نحن اللي غلطنا. شي مرة نحن بنعترف إنه غلطنا؟ أنا بشك. كلنا نحن الثاني هو اللي غلطان مش أنا. اللص قال له للص تبع الشمال قال له نحن بحق. أما هيدا كان بار وطلع بربنا وقال له اذكرني في ملكوتك. فإذا الرحمة الحقيقية بتمتد لآخر لحظة من حياتنا. لهالسبب بدكم تنتبهوا. كل واحد منا عنده مشاكل مع الاخر،
ممكن مع جوزه، ممكن مع أولاده، ممكن مع جيرانه، ممكن مع اللي بدكم، مع أهل البيت الكبار ولا هدول في القصة. نحن لما نصلي لأمر واحد، إنه ربنا يهدينا ويهدينا. هيدي الرحمة. ربنا يسامحنا ويسامحنا. هيدي الرحمة. ربنا مثل ما بده حتى يساعدنا يساعد كل إنسان آخر. هيدا الرحمة. وآخر شيء، ما حدا منا يدين الثاني. لا تدينوا لكي لا تدانوا. إذا أنا بدين الآخر معناتها حطيت نفسي محل الله. واللي بحط نفسه محل الله شو بصير فيه؟ بصير فيه مثل الشيطان ملاك اللي كان ملاك وراضي يساوي نفسه بالله سطر. فإذا بدنا ننتبه بحياتنا هاي الطريق اللي بنسلكها. ما بقى في شيء بيحرص. لمرة أكثر من الجنة. صح ولا لا؟ كلنا بنعرف هالشيء. لهالسبب خلينا دائما نطلب رحمة ربنا للآخر ولألنا. للآخر ولألنا. هذه الرحمة يلي بنعيشها على الأرض رح ناخذها بالعدالة السماوية لأن ربنا رح يقول نحن كيف طلعنا فيك يا ربنا وساعدناك؟ رح يقول شكرا ساعدته خيي، ساعدته أختي. بينما التانيين إذا لا سمح الله بدنا نسمع منه نحن أنت شفناك وما ساعدناك، رح يقول أنت ما ساعدت خيي، أنت ما ساعدت أختي، فإذا أنا سأسكت. هيدي دايما الرحمة والعدالة السماوية هن هدول الأمور. ربنا لا يرحمنا تجسد. لا يرحمنا عن العجائب بيننا. لا يرحمنا عذب. لا يرحمنا صبر. لا يخلصنا قانون يوم الموت. وهون قيامته كانت دائما كبيرة. لأنه تحول الصليب. تحول الصليب انتبهوا من مكان للعار تحول يا شكير الدم صار هو ميزان العدل. مين ميزان العدل؟ ربنا. نهار اللي انا بدين نهار اللي انا بدين كون عم بسقط مثل ما سقط ابليس وملائكته. بقى القرار لك في رحمه نعم على الارض موجوده. في عداله وين؟ بالسماء. اذا العداله بالسماء ما بقى نطلبها على الارض. اذا العداله بالسماء ما بقى نطلبها على الارض. الرحمه بنطلبها لكل انسان حبنا ولا أساء إلينا ونترك لأ الله هو اللي يستطيع فينا. آمين.